ليه دلوقتي ازاي؟ باسكو يا بوكو تالون او السنغال، طبعا في مواهب كتيرة، لعيبة موهوبة في السنغال، لكن المشكلة اللي عندنا هي مشاكل إدارية بحتة. إدارة الاتحاد هو طبعا بدأت تتحسن، بس لازم فاضل فيها شغل كتير. يعني لسه ما عندهاش حتى مش مؤهلين نكسب بطولة أفريقيا، اللي هو بينتظر بطولة أفريقيا من زمان، لسه ما وصلناش ان احنا نأهل نفسيا نعمل ده. أعتقد ممكن في المستقبل يحصل ده، لأن كذا مرة بنوصل نهاية أو دور قبل نهائي بس بناخدش اللقب، ما نحصلش عليه. وأنا أعتقد عندنا أفضل لعيب في أفريقيا ساديو ماني في الفريق، وعندنا لعيبة تانية كويسين جدا ممكن يصنعوا الفارق وبيلعبوا في أندية كبيرة في العالم كله. لو كملنا بنفس الوتيرة على نفس الأداء ممكن نحقق اللقب. والشعب برضه، الشعب السنغالي والجماهير تكمل نفس إيمانها بالفريق وتدفعه وتقف وراه، لأن احنا بلد كرة قدم، بلد كبيرة في تاريخ كرة القدم، ونحن نستاهل نكسب بطولة أفريقيا. وطبعا دي قصه حزينه لغايه دلوقتي ما عرفش تكسب ولا بطوله لكل امم افريقيا. يعني عندها لعيب زي ساديو ماني افضل لعيب في افريقيا وما يحصلش على بطوله افريقيا، في حاجه زي تقلبنا احنا كجماهير سنغاليه. في علاقه بتجمعك بينك وبين ساديو ماني؟ اعرفه طبعا، لأن هو ساكن معايا في نفس المنطقة وبنتقابل، احنا عارفين بعض. اتقابلنا مرة، افتكر قابلته وقعد يديني نصايح كتير. هو شخص لطيف جدا ومحترم جدا، وراجل بيشتغل على نفسه وبيحارب عشان ياخد فرصته دايما. وعندي ناس كتير اصدقاء لي بمشتركين بيني وبينه، هو ساعات بيديني نصايح على انستجرام كتير. وانا اعتقد ان هو نصيحتي بتفيدني جدا جدا بشكل كبير. شخص حتى متواضع جدا، على مستوى شخصي متواضع جدا. شاف المنافسه ازاي بين ساديو ماني السنغالي ومحمد صلاح المصري، خاصه ان الاثنين بيجمعهم فريق واحد ليفربول، وكمان الاثنين ما شاء الله بيقدموا مستويات يعني رائعه على مستوى العالم كله. كويس ده دو بونجور، هما لاعبين كويسين جدا. محمد صلاح عنده امكانيات فنيه عاليه وزي ساديو ماني، اعتقد نفس اداء اللاعب، هما الاثنين بيلعبوا نفس الاداء. يا 3 او 4 ans ils sont من 3 4 سنين وصلوا ل اساكاني بروجريس اشتغلوا مع بعض، ليفربول اشتغلوا مع بعض، والاثنين بيتحسنوا كويس جدا. واعتقد كويس جدا بالنسبه لهم هما يبداوا يشتغلوا على نفسهم ويتحسنوا، والاثنين مسلمين. وطبعا مسلمين اكيد الامور بينهم معقده. انا عارف محمد ساديو ماني علاقاته كويسه بصراحه، انا شايف ان هو بينهم علاقه كويسه بينهم، بعضهم بيتفاهموا كويس، هما اخوات الاثنين جايين من نفس القاره. وشايف من خلال الاعلام انهم ليهم دور اجتماعي، حتى كل واحد ما نسيش هو جاي منين، وليهم مساهمات انسانيه كل واحد للمكان اللي جاي منه. وشايف محمد صلاح عمل حاجات فيها خير واحسان كتير للقريه اللي جاي منها، وانقذ حياه ناس كتير. وساديو ماني عمل نفس الموضوع برضه للسنغال. بعيدا عن الكره، ان الدور الانساني اللي بيقوم بيه في المجتمع، ومحمد صلاح ما شاء الله، ساديو ماني برضه بيقوموا بيه يعني باكمل وجه. عايز اسالك على المستوى الشخصي، اليو نفسه يروح المنتخب الاول في السنغال ويمثل منتخب